يا خويا شوف احنا اوني تري كونتون وانا نشوف هؤلاء الناس يعني انا اعتقد انه اكبر ضربه لاعداء الحراك يستعملوا الان كل الوسائل الخبيثه لكسر هذا الحراك العظيم. ناس موجودين، حراك قائم، حركة ناس عظيمة، وكأن شيئا لم يحدث يعني. ولذا أقول هذا كله عبارة عن عبث، لأن اللي يبقى هو الصح يعني. وهؤلاء يزون في موجود مال، ضروا الناس بزاف، ضروا الشعب بزاف. خلاص أنا الأول أنهم يروحوا يخلوا